السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف برنامج أوبن سورس ألا وهو Library Office Writer. هو برنامج متخصص في كتابة زي برنامج مايكروسوفت وورد. ودلوقتي هنشوف الفورماتنج، إزاي إن أنا أعمل الفورماتنج. هروح هنا لفيو تول بار وأنزل لي فورماتنج. ظهرت عندي القايمة ديت. طيب لو أنا عندي كلام مثلا زي كده وعايز ابدا اديله شكل مثلا كويس، طيب ممكن تعمل سيلكت هنا وتروح مغير الفورمات كله مثلا لتايتل او هيدنج. طيب ممكن تقول ابديت سيلكت ستايل، تعمل ابديت لل او تعمل ستايل جديد. ممكن تغير الفونت، هتلاقي ان تقريبا كل الحاجات اللي هنقولها قريبه من المايكروسوفت وورد وقريبه من جوجل دوكيومنتس. هنا هتلاقي الخط نفسه ممكن نصغره خالص بالشكل دوت، ممكن نخليه بولد سميك، او ممكن نخليه ايتاليك يبقى فيه ميل، او تحتيه خط، او كأنك انت شاطب عليه. وممكن نخلي فيه زي الكلمة ويبقى فيه جزء مثلا، يعني مثلا زي كده اهو، زي مثلا لما تكتب اليوم الاول من الشهر فيرست وسكند وهكذا، بنبدأ نخليها كأنها مرفوعة على الأس. عندي هنا كلير تمسح أي مؤسسات موجودة، وهنا ممكن تخلي الكلام اللون بتاعه مختلف بالشكل دوت، أو ممكن تحدد كلمة معينة وحافظ على الخط بتاع الفونت بس هديله زي هايلايت كده. وهنا بنخلي align left align center align right، نعمل justification بالشكل دوت. وهنا ممكن نخليها على هيئة نقاط، أو ممكن نخليها على هيئة أرقام، أو ممكن نلغيها خالص. وهنا بقى بنشوف ال increase دوت اهوت. دي لو احنا مثلا عندنا على هيئة نقاط بالشكل دوت، فممكن مثلا نحدد النقطة دي ونخليها تتحرك شوية، او نخليها ترجع تبقى في اول السطر. وهنا بنشوف set line spacing، المسافات بين الفقرات بالشكل دوت. دي للسطور ودي للفوتوغراف او للباراجراف، المسافة بين الباراجراف، ودي تقلل المسافة. وهنا لو بتكتب عربي او بتكتب انجليزي، يعني من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. زي ما انتم شايفين البرنامج سهل وبسيط، والميزة فيه ان هو مجاني و open source.